وثائق الشرف السياسي. وفقاً لنقاط وقع عليها غالبية الزعماء، أعطت مدة 6 أشهر للبرلمان الجديد وقيامه بتعديل الدستور. لكن السؤال الذي يطرح، هل إن عقد الرئاسات ستحل وفق المعطيات السائدة؟ أم إن رغبات بعض القوى الموقعة على وثيقة الشرف ترغب بشيء مختلف؟ قوانين كثيرة تلزم البرلمان الجديد بتشريعها أو التصويت عليها، إلا أن الفارق الوحيد بين الالتزام أو التسويف تماسك القرار وصناعته بقوى سياسية تريد فعلاً تعديل المسار. وهناك نقطة مهمة ضمن وثيقة الشرف، إبعاد التدخلات السياسية عن عمل المؤسسات الإدارية. المراقبون يضعون تحت هذه النقطة ألف خط وخط. ممارسة العمل المؤسساتي تتطلب الهرب بأناقة من السياسة ومركز قرار لا ينحني للمكونات. عكس ذلك سيكون التدهور والفوضى العارمة بالدولة نتيجة هذا التدخل. كما أن للأمن مهمة كبرى وتحديات تمثل الأدوار الحقيقية للمؤسسة العسكرية. فهل سينجو الأمن من المخالب السياسية؟ ونضمن أن حبر الوثيقة لن يجف.